الرحمن الرحيم. أحمد عثماني، كاتب ديال جمعية الزيتون للثقافة والعمل الاجتماعي. في البداية نرحب بسفرو بريس على تغطيتها لهذا النشاط الذي تنظمه هذه الجمعية، الذي يأتي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. هذه الجمعية هي جمعية فتية، يعني عندها برنامج طموح وأهداف نبيلة تهدف إلى خدمة الصالح العام لهذه البلدة. وأعطي الكلمة إلى السيد رئيس الجمعية لمزيد من التوضيح. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد زياتي، رئيس جمعية الزيتون للثقافة والعمل الاجتماعي بمدينة البهاليل. هذه الجمعية تأسست قريبا في هذه العطلة الصيفية، ولها أهداف نبيلة جدا، من بينها خدمة الثقافة بهذا البلد، وهي عازمة إن شاء الله تعالى أن تقوم بأنشطة تربوية وفنية ورياضية وثقافية. ومن بين هذا النشاط الثقافي الذي سوف تنظمه إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية المباركة هي محاضرة تحت عنوان ومضات وتأملات في الهجرة النبوية، نسلط عليها الضوء، لأن هذه السيرة النبوية العاطرة هي في الحقيقة من أهم السير التي يجب على المسلمين أن يدرسونها وأن يتعرفوا عليها أفرادا وأسرا ومجتمعا إلى غير ذلك، لأن فيها من الدروس وفيها من العبر ما نستفيد منه وما يساعدنا على النهوض بهذا الوطن الحبيب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.